تحسنا شوي على على ما كانت خدمه شويه اللي طاح الجمعيه ولا شويه دائما انا خويا داك الشيء ها داك الشيء داك الشيء ما بس سكينه ما عمرني ما ضنيت غنجينا وقولي المشاكل كنسحب هاد الدرية بحكا منجيش عندها تبقى ليك مالك لا بغات تبقى مريضة أمن من ديرش أنا هنا كلوني عارفو كيكلوني ضربوني وشبحوني وداو الفراش وتتقول لي يا والله لا بقيتي في اللويزية يا بوك تنخبوك اللويزية تقول أنا كيف بعيدة منها اللوسة ديالي تقول يا والله تنخوك اللويزية والله لا بقيتي فيها اللي بغات تخرج اخويا كبت لي صل ديال البلا وهذيك لوستي كبتو لي انا وبنتي بنتي فات معايا وشي حد في الليل هو تضرب واختو تضرب وبنتها تضرب واش انا بغا نغلب ثلاثه مع وحده ما لقيتش نغلبها اشنو وقع لك بالضبط غتعاودي لنا من الاول يعني من درنا معاك الفيديو حتى لدابا وحنا معاك خويا اش غنقول لك عدي ديك البنيه المريضه وصيفطوا اللي درت معاكم نيت بورطاج حر وصيفطوا لي الناس غير بالنسبه لهذاك الروبورطاج شكون كان عيط لينا واش انت ولا هما اللي كانوا عيطوا لا هما اللي عيطوا ما الصراحه نقولها لكم هما عيطوا عليا ووقفوا ولكن ملي شافوا الناس صيفطوا لي وتعاونوا معايا الناس بحال دخلتهم الغيره مابقاوش بغاو عادت هي حاليا تقول لخوها هاد الجمعيه ما دايره لا والو هاد الجمعيه ما دايره لا والو على الجمعيه ديال الدريه بانت لي مالك غتبقى هي بانت لي مالك غتبقى هي تنقول لها صافي سكتي راه خليها دابا مني اخويا بغات تشري واحد المحل جات قالت لي عطيني الفلوس دورت لي انا نيت في التليفون قالت لي بغات الفلوس قلت لها اختي راه خصنا اللي عطينا لك راه خصنا باش نكرو هذيك الفلوس هي اللي تنكري بها حيت انا صابره على حساب بنتي قالت لي هو تيدور فيا هز لي دو ضربني قال لي اختي هذيك غنعطيها الفلوس ماشي سوقك هادو الفلوس اللي جمعتي من الفلوس اللي جمعت من عند الناس اللي جمعت من عند الناس يعني بغات تشري بها دوار الدويره دار شريت بها هي دار في العشوائي شريت بها في الشطبيه في في العشوائي ايوا قال لي اختي هذيك عطاتها ليا انا عطيها ليها قلت ليه وباش غنكرو قال لي ماشي سوقك في الكرا هما داروا لي ديك البين داخل بحال هكا وبغاو تشدوا الفلوس ملي شد اخويا الفلوس قالت لي قال لي انا هاد الكرا عندك فوت معاك هاد الشهر قلت له علاش ديك النهار قلت لي انا عندي باش نخلص الكرا والفلوس دات اختي قال لي ماشي سوقك مفوت هاد الشهر ما عنديش باش نخلصو وخدام اخويا ماشي ما خدامش يشد 100000 في فلوسه هو والدريه 18000 في الشهر خدام في شركه شكون هذا الراجل هذا الراجل ديالي هو تهزينا انا وياه تحطينا وخش شت عيد قلت انا غنسكت حقيت بنتي غنصبر واخا شحال تاع الحوايج صبرت عليهم غنصبر نكمل ولكن علاش غادي نرجعو للفيديو القبل لانه انا ما تفوتنيش هاد الكلمه هادي قلتي بان الراجل ما عندوش وجيتو من 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 سميتو مني جينا عايم وما عندكمش باش انكم تعيشوا ودرتو لي لا لا مني جينا كان ما عندناش كان هو ما عندناش مني يخدم هنايا وتساعد مع الخدمه ولا تتخلص قلت لي خلص كرا وهاد الفلوس ندوزوها للدريه وتعاوننا في ليكوش ومني تكون بحكا خرجتي من الخدمه ولا شي حاجه نلقاو باش نخلصوا الكرا دابا هو فاش خدام كان خدام في شركه دابا خرج منها دابا دوكا ولا مقابل على الدوران وصافي ولا داير لي المشاكل مني جيت عدو مني جيت من العروبيه ما كانش عدو يلا دخل هذيك الساعه الخدمه مني ترسم في الخدمه خدمت خدمت فيها شي 7 شهور وكان تيتسالو الكريدي كان هازو على بنته ونوبه نوبه تصيفط لهم الكريدي من تيتخلص كل عنده الفلوس تصيفط ليهم هذيك الفلوس كداس سنة على الدريه عاد نكري عاد نخلص من الكرام اللي ما يكون عدوش واش نجيب بها ليكوش وصافي شريت بها البناتي في العيد شي صور فيطات صافي شديت فلوسي عندي ايوا مني قلت لك خطو داتها ليا عاد تضرنا عليا قال لي انا ما عنديش باش نخلص الشهر ما نفوتوش معاك جمعت اخويا شي 2 المليون جوج المليون اللي عطاوني الناس صيفطوا لي الناس من برا صحاب برا صيفطوا لي الله يجازيهم بخير ما نكذبش عليك تاع صحاب برا صيفطوا ليا خدا لك 2 المليون كامله خداها قال لي اختي وقفت عليا قلت لي لا اختك راه ما عندناش ما نطمعش فيك حتى عندك مريضه
خصنا ما نديروش. ايوا دات ديك الفلوس بقينا هكاك وهزيت مع الصداع، تفاتنت معانا هي، تفاتنت معايا، بقيت انا صبرت سكت في حالاتي. ايوا سيدي مني ولات تاني تصالحت معايا، جات عندنا تصالحت معايا، سكت انا نهار الشيطان قلت غنسكت انا في حقيته هو غنسكت كيما كان الحر. عادي معايا ثلاثه البنات مني اخويا ناضوا ليا ضربوني وشبحوني. فين ضربوك؟ ضربوني هنا في هذا المحل، ضربوني وشبحوني. شي شهود على هذا الضرب هذا اللي ضربوك عليه؟ مالي الدار شاهدي ليا، مالي الدار شافوا كل شيء هما اللي فكوني، وانا وانا دايره فيديو. شبحوني وضربوني. ايوا سكت اخويا قلت الصباح ثاني صباح جر الفراش، جر ثاني مع الصباح الفراش شبحوني ليلة الاثنين، ليلة نهار ثلاث صباح دار لي الفراش كامل الحصيرة كل شيء جر، الطفلة المريضة تجر حكى الحصيرة يقول لي يا بنت الحرام ما نخلي لك حتى حاجة امك باش حتى حاجة باش تموتي بالجوع. الدقيق كل شيء مشى، الزيت كل شيء، داك الشيء اللي عدي داو. وانا حاليا ملي جيت سكنت هنا ما شريت حتى حاجة، عطوني حال الناس تعرفي اني عندي مريضة وداك الشيء، عطوني وجه الحباب كل كريت هنا وبقيت هنا. قلت انا ديك الفلوس اللي عندي ما نخسرهاش في الحوايج نشريهم، انا حاليا خليت حوايجي في العربيه، الا خسرتها في الحوايج خصني بنتي باش نعالجها. الا خطاني ليكوش كوا يجيبوا ليا، ما تلقاوش من ليكوش بنتي ديما ليكوش. دابا نجي ما خدامه ما والو خويا، خدمت واحد السيمانه ولا شنو، ولكن تعرض ليا هو دابا معرض ليا مني شتو دوكا ولا معرض ليا تشد بناتي ما تلاش نخدم. بالنسبه لشي اللي وقع لك ديال خداو لك الفلوس ديالك وكيتعرض لك وكيضربك، واش درتي شكايه ولا ما درتيها؟ درت اخويا شكايه، مشيت عند الجدارميه قال لي يدي ما زيناش، مشيت عند الوكيل دفعت الوكيل، الوكيل قال لي عترجي عند الجدارميه عدي لهم هاد الشكايه وراه يخرج دير لهم سفارتيكا. درت سفارتيكا شحال فيها؟ 20 يوم. درت سكاني الراس، وقفت معايا واحد الجمعيه درتها فابور، درت كل شيء، درت قومت شغلي ومني اخويا تنمشي ونجي وما تلاش عندي باش نركب، وقعدت صافي قلت انا اتابعها ما نمشي ونجي. مشات هي على الجدارميه قالت يا سيري على الجدارميه، الجدارميه قالت لي مالهم يدعوني نخاف منهم عندهم ما يديروا ليا. بالنسبه للملاك من بعد الفيديو دخلتوا شي جمعيه عاوناتكم؟ اش داروا؟ الجمعيه شادها لينا وتتعلمها لينا، والجمعيه راه فيها دركا، كنت دخلت الجمعيه اخرى وخرجها ليا منها، عاود ثاني طلبت عليها ثاني ودخلت الجمعيه اخرى، تما نيت فلوس ومشى عند صاحب الجمعيه هو دابا، مشى عندهم نهار اثنين قال لهم بنتي انا ما مسؤولش عليها وانا ماشي سوقي وانا ما حيرش فيها وانا هذا وانا ذاك. وما تقول لي صاحب الجمعيه انت ما جداش نهار لو وجهت لنا امها، حنا غنبقاو مع امها ما غاديش نفوتوها، انت مشيت عند الجمعيه وعاودت لهم الظروف، قلت لهم ها كاين وها كاين وها كاين، علاش مالك ما تهبط عندكم؟ قال لي جيبها مرحبا بها، جا عندنا باها راه حنا نعرفو باش نهضرو معاه. صافي ولا ملا مشى عند الجمعيه تيقولوا لي مشى لهاد الدريه المدرسه اللي تتقرا في الراود، مشى عند المعلمه قال انا ما عديتش باش نخلصك، ما مخلصتش المدرسه لبنتي ما نخلصهاش. واللي تاني طلبت هاد المرأة مسكينة قراتها ليا، هادي مولا الدار بنت تتقري قراتها ليا الراود وصافي، وسكت الدرية ما تعطي الدرية تمشي في 400 في النهار، قرات نوبتين تركب ب 400، قرات نوبة وحدة تركب ب 10 دراهم، هاد المعقودة تتقرا في المحمدية. صافي ما تيصرفش على بناته شهرين، هادي قلت لك فاش شهر جوج وشهر ثلاثة هو خارج من الدار ما مسوقش الدنيا تاع اللي قالت لي اختو ديرها تيديرها. صافي تيقول لك ودركا هو داعيني قال لك البيت الرجوع، الرجوع البيت الزوجي اه بيت الروج، وانا ما داير والو. دابا دوكا ملي سالت عدو نيت البنت عيط عليها ومشات عدو قال لها قولي شهدوا بالله امكم ما بغاش تولي، الله يجعل ذنوبكم على امكم. قلت لي نولي للعصا نولي للعنف؟ قلت لي الا بغيتي نولي دير معايا التزام ورجع. قال لي لا التزام اللي ما نديروش انا. صافي واز كل شيء، قلت لك اخويا 8 دقيق هزو كل شيء هزو، حتى حاجه اللي تبقى لي نطيب فيها كلشي لموه ليا الناس، البوطه الصغيره الكوكوت كلشي كيسان فاش نشرب الطابله جابتها ليا بنت مولا الدار، كلشي الحصيره عطات ليا مولا الدار هذيك الساعه، بقيت تدور بلادي في البروده. صافي دخلوا لي مساكن الفراش وكل عطاني حاجه وصافي بقيت مسقره هنايا ما عنديش فين نمشي فين نمشي. كان يا خويا ب 12 حسيتي بالحضره؟ حسيت اخويا بالحضره اش نقول لك، عمرني ما ظنيت غنجي هنا غنجي هنا وقعوا لي المشاكل كنسحب على الدريه بحكا، ما نجيش ما نجيش عندها تبقى لي مالك لا تبقى مريضه تبقى مريضه. أمن من نديرش انا هنا كلوني وعرفوا كي كلوني، ضربوني وشبحوني وداو الفراش وتتقول لي يا والله لا بقيتي في اللويزيه يا بوك تنخبوك اللويزيه، تقول انا كيف بعيده من اللوسه ديالي تقول يا الله تنخوك اللويزيه والله لا بقيتي فيها، اللي بغات تخرج اخويا كبت لي الصل ديال البلا وهذيك. شكون
لوستي لوستي كبتو علينا وبنتي ملي فاتت معايا وش بحتني في الليل هو تيضرب واختو تضرب وبنتها تضرب واش انا بغا نغلب ثلاثه مع وحده ما نقدرش نغلبها هذه راه صحتي اللي قد الحال ماشي قدها قالت قالت لي جات هنا بالورا وعلى تعرف الناس تعرفت مع الناس وعلى تعرفهم ولا الناس كلها تيجيب لي حاجه وكلها تطلب بناتي الحوايج تطلعوا في بناتي علاش انا ما نقعدش مع الناس كلها قالت لي جات من ورانا ولا تعرف الناس دابا انت شنو كنت طالبه طالبه اخويا الناس عاونوني من الاول ما يبقاوش الناس الناس عيطوا لي في الاول ولكن انا دوالي انا نسمع لي ما عندي ما نقول صاب لي هو اختو الدوالية دابا دروك هي واكلة وشاربة هي وبناتها وانا ثلاثة الدريات قاعدة مكرفصاتني كي عندي الرماد ثلاثة راه بزاف على الواحد واخا يكون راجل خدام ثلاثة ما قد يهزو على الراجل كيفاش انتي دابا ما خداماش وكارية وعندك ثلاث بنيات ومعيشاهم الناس تيعطوني الناس صيفط لي الناس صيفط لي بنت خويا صيفط لي خويا وقال لي لا خاص تاك شي حاجه نعاود نصيفط ليك ولكن خويا دابا خدام على قد الحال وتا وعد الوليدات الله يحسن العوان ما يفوتونيش علاش يديروا لي ما غاديش يفوتوني لي داك من داك واخا تكون بجدابه ما غاديش يفوتوني يوم ولا الدار باقا ما تخلصش مسكينه راه باقا ساكته عليا ولا ساكته انا تنحشم تنشوفها تنحشم تنحشم انا منها تقول لي الضو ما نخلصو الماء ما نخلصو السكنه فابور شحال قدها رسالتك الأخيرة للناس المحسنين والناس ديال 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 دول الاختصاص يعني ديال ديال القضاء ولا ديال السلطة اش تبغي تقولي لهاد الناس هادو قولي تعاونوا معايا الله يجازيهم بخير السلطة تعاونوا معايا على حساب اللي ولا تتعرض ليا ولا تشبحني فيما لقاني تضربني تحكر عليا بزاف حيت انا بعيده وما عنديش حبابي حدايا فيما دوكا عاس عليا برا بغيت نخرج هو عاس عليا قال لها تخرج مشى للسوق عند تلقى ليها صافي الطعام راه سخرت هكذا جيبي لي ليكوش تلقى المرا عايرها تا هي وزادت وخلاتها زعما تسوقت لي زادت بالطريق وخلاتها اذا متتبعينا فيما سمعتوا هذه هي قصه ديال الاخت هي والبنات ديالها اذا كنتمنى من جميع الناس المهم